الحمد لله الذي خلقنا فأكرمنا وأمرنا بطاعته وتقبل اعتذارنا. الحمد لله أنك لا تعجل بالعقوبة. الحمد لله على صبرك علينا. الحمد لله ملء الأرض وملء السماء. الحمد لله أنك تمهل العاصي. الحمد لله أنك تقبل التائب وتمحو الذنوب. اللهم صل على محمد معلم الناس الخير، أخبرنا عن عفوك ومغفرتك، وأخبرنا أنك حليم وبالعباد رحيم، وأن بابك مفتوح للاستغفار من الذنوب، وأنه يمحو الخطايا والعيوب، وأنه نعمة من رب السماء وفرصة لكل العباد لرفع الدرجات. اللهم نحن المذنبين الراجعين إليك التائبين، أصرفنا على أنفسنا. اللهم اغفر كل ذنب اقترفناه، كل نظرة حرام، كل كلمة لا ترضيك. اللهم إنا ذنوبنا كثيرة وعفوك وحلمك كبير. اللهم يا واسع الفضل تقبل استغفارنا. اللهم إنا نستغفرك من جميع الشرور، ونستغفرك من جميع العيوب، ونستغفرك من آفات اللسان وظن السوء واتباع الشهوات، ونستغفرك من الغفلة عن ذكرك وهجر كتابك وتقصيرنا في الدعوة إليك، ونستغفرك من كل لبس لا يرضيك وكل عمل وكل قول يغضبك منا. اللهم إنا نستغفرك من جميع الخطايا، ونستغفرك من ذنوب لم نتب منها. اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبادك وإماءك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء ونعترف ونقر بذنوبنا. اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وباسمك الغفور أن تغفر ذنوبنا ولا تؤاخذنا بها، وانقذنا من عيوبنا وضعف نفوسنا ووساوس في صدورنا، وصحبة تفسدنا وهوى يضيعنا وذنوب تهلكنا. اللهم أنت الطبيب فعالج أمراض قلوبنا، وأنت الهادي فاهدي لنا نفوسنا، وأنت الغفار فاغفر ذنوبنا يا رب، معترفين بتقصيرنا وقلة سعينا وضعف همتنا. أمرتنا ولم نفعل فصبرت، ونهيتنا وفعلنا فحلمت. ما أكرمك، ما أرحمك يا رب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. أنك أنت من خلقتنا، وأنك أنت من سيحاسبنا. ماذا نفعل لو عجلت لنا العقوبات؟ ماذا نفعل لو كانت ذنوبنا تضرك وطاعتنا تنفعك؟ الحمد لله أنك غني عنا. الحمد لله على كرمك علينا. الحمد لله على صبرك علينا. أمرتنا بالاستغفار لتنقذنا من شر ذنوبنا وشؤم معاصينا، فاستغفرناك ففتحت لنا أبواب الأرزاق، وحققت لنا كل الرغبات والأمنيات، وأنزلت علينا رحمتك وبركاتك. الحمد لله على نعمة الاستغفار. اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار وفي كل الأوقات، واجعلنا من النادمين التائبين العائدين إلى طاعتك الراغبين فيك وفيما عندك. اللهم اجعلنا من عبادك المقربين الذين إذا أخطأوا اعتذروا ولم يبرروا، وإذا اقترفوا الذنوب تضرعوا واستغفروا. اللهم إن هذا شهر المغفرة، أعطيتنا فرصة للتوبة من الذنوب. اللهم لا ينتهي رمضان إلا وقد غفرت لنا وعصمتنا من ذنوبنا. اللهم اغفر ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عاصي إلا هديته ولا تائب إلا تقبلته ولا مستغفر إلا غفرت له. اللهم إنك تحب الإحسان والمحسنين، فأحسن إلى عبادك في هذا الشهر العظيم الذي لا يعلم قدره غيرك. اللهم كما جعلتنا ندركه فلا تحرمنا أجره،
وأنزل رحمتك علينا. اللهم صل على محمد حبيبك ونبيك، اللهم إن أمته تحتاج إليك. اللهم من كان منهم غافلا فأيقظه، ومن كان منه جاهلا فعلمه، ومن كان منهم ضعيف فقويه، ومن كان منهم خائف فأمنه، ومن كان منهم جائع فأطعمه، ومن كان منهم مغلوب فانتصر له، ومن كان منهم عاصي فتب عليه وعصمه، ومن كان منهم بعيد عنك فقربه منك، ومن كان ضالا فاهديه. اللهم أكرم أمة حبيبك محمد وأنزل عفوك عليهم، فليس لهم ربا سواك يدعو. يا رب ليس لنا حيلة على إصلاح نفوسنا، فكيف نصلح أحوال أبنائنا وأهلنا؟ فيا رب نظرة رضا منك تكفينا، فخذ بأيدينا إليك. وصلي على محمد خير من تاب واستغفر، وخير من علم وأدب، وخير من بلغ وتحمل. اللهم صلي عليه وبلغه منا السلام.